الخاص بقوانين كيرشوف، وليه بقى في قوانين كيرشوف في المنهج، وليه احنا عندنا كيرشوف عشان يحل ايه بالظبط؟ هل بيحل كل السيركتس ولا لا؟ وافكر ازاي في كيرشوف؟ يلا بينا. بسم الله. كيرشوف يا جماعه هو عالم عمل قانونين، والقانونين بيتكلموا على حاجه اسمها الكونزرفيشن. كلمه كونزرفيشن يعني حفظ، حد بيحافظ على حاجه. انت عارف ان لو عندك مثلا بطاريه عامله كده وريزيستنس عامله كده وريزيستنس عامله كده كده اهو، تمام، ودي 6 اوم ودي 3 اوم، فان الكرنت اللي جاي من هنا اسمه ايه يا جماعه؟ اي توتال. هيجي هنا يحصل له ايه؟ برانش، هيتقسم لاي 1 واي كام 2. الراجل ده لاحظ يا جماعه ان النقطه دي اسمها ايه؟ نود. حواليها كام فرع؟ 3 فروع. اذا سمى اي نقطه، سمى اي نقطه حواليها اكتر من فرعين نود، يعني دي تعتبر نود حواليها 1 2 3، دي ما تعتبرش نود، دي ما تعتبرش نود يا جماعه، وبالتالي دي كده اسمها نود ودي اسمها ايه؟ ها نود. ها حواليها اكتر من كام؟ من فرعين. لاحظ ايه بقى يا جماعه؟ عمل قانون اسمه قانون الكي سي ال، كيرشوف كارنت لو. تاني، كيرشوف كارنت لو، كيرشوف كارنت لو. وعمل قانون كمان اسمه كي في ال، كيرشوف فولتج لو. القانون ده بيعمل كونزرفيشن لايه؟ بيحافظ على ايه؟ ها كيرشوف كارنت، يبقى بيحافظ على يا جماعه الكارنت، وممكن تيجي في الامتحان تشارج. طب مستر بيحافظ عليهم ازاي؟ بص كده، اللي داخل للنود قد اللي خارج منها، فكده هو حافظ عليها. عارف لما يكون انا مثلا بدي حصه في سنتر وقاعد قدامي مثلا 100 طالب، ولا قدر الله تقوم حريقه في السنتر فنطلع نجري كلنا، فانا عايز اتاكد ان انا محافظ على الطلبه، عشان لو في ولي امر كلمني بروح عامل ايه؟ ماسك الطلبه اعدهم عليهم 100. انا كده دخل لي السنتر 100 وخرج معايا من السنتر 100، يبقى انا كده عملت ايه؟ ها كونزرفيشن للطلبه. نفس الكلام يا جماعه، ها لو دي نود داخل لها كده وداخل لها كده وخارج منها كده وخارج منها كده، ها دخل لها هنا 2 امبير ودخل هنا ها 8 امبير وخرج من هنا كام؟ 7 امبير. احسب اي، احسب مين يا شباب؟ اي. احنا اتفقنا مع بعض يا جماعه، القانون بتاع الكي سي ال سمشن الكرنت اللي داخل بيساوي سمشن الكرنت ها اللي خارج، او سمشن الكرنت توتال حوالين النود بكام؟ بزيرو. دي اسمها يا جماعه الماثيماتيكال ريليشن، العلاقه الرياضيه بتاعت ايه؟ القانون ده. طيب ها دخل 8 ودخل 2، يعني دخل كام؟ 10. لازم يخرج 10، خرج 7، يبقى اكيد ده بكام؟ ب 3 امبير. ده يا جماعه اسمه الكي سي ال. ها ابلايد على ايه؟ ابلايد على النود. يعني ايه نود؟ النقطة اللي طالع منها أكتر من إيه يا شباب؟ فرعين، 3 4 5. بيعمل كونزرفيشن لإيه؟ 1 للكرنت 2 للتشارج. تعالى هنا بقى. الحتة دي يا جماعة اسمها لوب. دي كده اسمها إيه؟ لوب. واتجاهها يا إما أنتي كلوك وايز يا إما كلوك وايز، الاتنين صح. يعني أي لوب في الدنيا هي مسار مغلق. دي كمان لوب، والكبيره دي كمان لوب يا جماعه. يبقى يعني ايه كلمه لوب؟ اي مسار مغلق. الاخ ده بيعمل كونزرفيشن لايه بقى؟ للفولتج او الورك او الانرجي، لان انت عارف ان الفي بتساوي ايه يا شباب؟ دبليو على كيو، فاللي يحافظ على ده يحافظ على ده، ماشي. ها بيطبق على ايه يا جماعه؟ بيطبق على اللوب. ادي لوب اهي، بطاريه ريزيستنس ريزيستنس اهو. لازم بقى يا جماعه سمشن الفولتج اللي داخل اللي هو بتاع البطاريه، مش البطاريه هي اللي بتدخل فولتج يا جماعه، يساوي سمشن الفولتج اللي ايه؟ اللي ضايع. مين اللي بيضيع وبيصرف الفولتج؟ يا جماعه المجهود بيتوزع على مين؟ على الريزيستنس. او
summation الفولتج توتال جوه اللوب بكام؟ بزيرو. دول اسمهم الماثيماتيكال ريليشن ودول اسمهم الماثيماتيكال ريليشن. بيتطبق على ايه؟ على ايه معها؟ على لوب. يعني مثلا اسمعني كويس، ها دول كام اليمنت دول يا جماعه؟ مستر يعني ايه اليمنت؟ كل عنصر من دول اسمه اليمنت، ولو في ار صغيره هنا اسمها اليمنت. يبقى هي مع ار واحد دي اليمنت، ار اتنين اليمنت، البطاريه اليمنت، شيل ار الصغيره وضيفها هنا. يعني لو دي بسته مثلا ودي بواحد يبقى دي سبعه. المهم في كام اليمنت هنا يا جماعه؟ ثلاثه. طبعا القانون ده بيقول ان مجموع الفولتج بتاع الثلاثه لازم يطلع كام يا جماعه؟ زيرو. مجموع الفولتج بتاع الثلاثه لازم يطلع كام؟ زيرو. فلو انت عملت كده يبقى ها نيجاتيف، انت خبطت في نيجاتيف اهو، يبقى نيجاتيف في بي. طب لو الكارنت ماشي كده بتدي قبل الريزيستنس بلس وبعدها ماينس. بص الكارنت جاي كده اهو، قبلها بلس وبعدها ماينس، ها قبلها بلس وبعدها ماينس، فيبقى نيجاتيف في بي بلس اي ار 1 بلس اي ار 2 ايكوال كام؟ ايكوال زيرو. طب تعالى نشوفها ايه بشكل اوضح شويه. دي بطاريه ودي ريزيستنس ودي ريزيستنس، ركز معايا جدا لو سمحت. انا بقول لك البطاريه دي ب 12 فولت، ها وبقول لك دي ب 4 اوم ودي مش معروفه معايا كده، ها وبقول لك ان الكارنت اللي ماشي هنا كام؟ ها 2 امبير، وار الصغيره بكام؟ بصفر. هي مع اللي قدامك دي لوب ولا مش لوب؟ لوب. اضرب بعينيك لو سمحت عشان دي بتفرق حد عن حد. كي في ال طالما لوب يبقى كي في ال، طالما كي في ال عد لي كده كام ايه اليمنت؟ ها 1 2 3، اوعى تقول لي 4، ده كارنت. اليمنت يعني عنصر موجود في السيركت، يا بطاريه يا ريزيستنس. طب يلا يا جماعه الكارنت جاي ازاي؟ بنحط الاشارات ازاي؟ اهو جاي كده كده كده، يبقى بلس ماينس بلس ماينس. هنشتغل اللوب ازاي يا مستر؟ كده ولا كده؟ مش فارقه يا جماعه اهو. يلا قول لي خبطت في كام؟ نيجاتيف 12. القانون بيقول ايه؟ سمشن الفولتج توتال جوه اللوب بكام يا شباب؟ بزيرو. يلا ها نيجاتيف 12، ها 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 خبطت في بلس. بلس كام يا باشا؟ 2. الفولتج بتاع دي كام؟ 2 في 4 يبقى بلس 8. بعد كده خبطت في بلس، ها بلس 2 ار 2 ار ايكوال كام؟ زيرو. خلصت. ناقص 12 و8 كام يا جماعه؟ ناقص 4. تروح الناحيه الثانيه ب 4 يبقى 2 ار ب 4 يعني ار بكام؟ ب 2 اوم. يمكن حد قاعد يقول لي يا مستر ايه وجع القلب ده؟ ما انا ممكن كنت من اول اقول ايه؟ اي بتساوي ها يا جماعه ها في بي على ار الصغيره زائد ار الكبيره، فتطلع ار الكبيره بكام؟ ب 6 اوم. دي ب 4 يبقى اكيد دي بكام؟ ب 2 اوم. زمان بس زمان قوي يعني جه في امتحانات القديمه قال له ايه؟ اما كان كيرشوف موجود زمان قال له ايه؟ اثبت، لازم طالب يكتب بقى، ها بطريقتين ان الار دي باثنين، فكان عايزها بايه؟ بكيرشوف ومين يا جماعه؟ واومز لو في الكلوز سيركت، اهو انا اثبتها لك باثنين. النهارده انت دخلت الامتحان اسمعني كويس لقيته عامل لك كده، بطاريه وريزيستنس، بطارية اهو يا جماعة، ها ومسمي لك ده اي واحد ومسمي ده اي اتنين ومسمي ده اي تلاتة. ها يا جماعة دي ار، دي ستة فولت، دي اتناشر فولت، دي اتنين اوم. على فكرة انا بحط اي ارقام يا جماعة عشان محدش يقعد يحسبها ورايا ويقول لي لا بس طلعت غلط. انا بحط اي ارقام بوريك بس مش اكتر. انا مش دوري ان انا احل مسائل متظبطه النهارده، لسه هنحل بكره ان شاء الله. دي يا جماعه نود صح؟ دي نود، ودي ايه كمان يا جماعه؟ نود. طالما نود يبقى ينفع نطبق عليها ايه؟ احنا قلنا الكي سي ال. قول لي كده مين داخل ومين خارج؟ ها اي 1 داخل واي 3 داخل بيساوي اي 2 خارج. طيب هو قال لك دي ار مش معروفه، لكن واضح ان كل حاجه ايه معاها؟ الباقي معروف. ها قال لك اي ده اي واحد بواحد امبير ماشي، ها
واي 3 ب2 امبير. طب لما ده بواحد يا جماعه وده بكام؟ ب2، يبقى ده بكام؟ ب3، يبقى اي 2 ب3 امبير. يبقى انا كده ماشي هنا كام؟ 3 امبير. لو سمحت بقى ركز معايا، افرض يا عم عايزين نجيب الار. انا مش عايز اقعد اجرب، انا عايزك بالنظر تفهم. لو هنشتغل على اللوب اللي فوق دي يا معلم، اهي اللوب دي اهي، قول لي في كام اليمنت فيها؟ عد معايا لو سمحت. 1 2 3. طب 3 اليمنت، القاعده بتقول ان مجموع الفولتج بتاعهم ايكوال زيرو. طب افرض لقيت 2 الفولتج بتاعهم معروف، يبقى قطعا لما تطبق الكي في ال هيطلع لك ايه؟ الفولتج الثالث. تعال نجرب كده. دي 6 فولت معروفين، هيا يا معلم. دي ها الفولتج بتاعها بكام مثلا؟ ب2 فولت معروف، يبقى اكيد هيطلع لك فولتج دي. ولما يطلع لك فولتج دي انت عارف ان هو ايكوال ايه؟ اي في ار. الكرنت ب3 هتقدر تجيب الار. تعالوا نجرب يلا. ها الكرنت جاي ازاي؟ نحط الاشارات بتاعتنا. الكرنت جاي كده يبقى ها بلس ماينس. ده جاي ازاي؟ جاي كده يبقى ها بلس ماينس. ها يا فوق مفيش. يلا ها وانت جاي كده خبطت في كام؟ ها بوزيتيف 6 اهو. وبعدين كملت كده كده ها خبطت في كام؟ نيجاتيف 3 ار. نيجاتيف 3 ار. باقي خبطت في كام؟ ها بوزيتيف 2 ايكوال 0. وادي 3 ار الناحيه الثانيه، يبقى 6 زائد 2 كام يا جماعه؟ 8 بتساوي ها 3 ار. يبقى ار بتساوي كام يا جماعه؟ 8 على 3 اهو. انت توقعت الصح يا جماعه، انت شفت هتعرف تعمل ايه قدام. اسمعني، بطاريه اهي، وادي ايه يا جماعه؟ دي ها ريزيستنس كده، وهنا ادي ريزيستنس، ودي ايه؟ دي ها بطاريه ثانيه. انا بقول لك البطاريه دي مش معروفه، لكن دي ها 10 اوم، ودي 14 فولت، ودي ها 6 اوم معايا. وبقول لك ان الكرنت اللي جاي من هنا 1 امبير، ها والكرنت يا جماعه اللي ماشي كده كام؟ ها 2 امبير. احسب مين؟ الفي بي. برضه يا جماعه دي مش مساله مظبوطه، ها دي لوب ودي لوب، واللي بيحدد اتجاه اللوب حضرتك براحتك خالص. طب تعالى نشوف انهي لوب الانسب يا جماعه، انهي لوب الانسب ان انا اشتغل عليه. انا عايز اجيب الفي بي الاول، بس دي نود صح؟ حواليها 3 فروع، دخلها 1 وخرج منها 2، يبقى هيخش لها كام؟ 1. ليه يا مستر؟ عشان يبقى دخل 1 ودخل 1، يعني دخل 2 وخرج 2، كده الدنيا مظبوطه يا جماعه. كده طبقنا الكي سي ال هنا. طب وبعدين انا عايز اجيب الفي بي دي. بص لي يا جماعه في اللوب اللي تحت دي، اللوب اللي تحت دي ها في كام اليمنت؟ 10، والكرنت المضروب فيها 1، يبقى الفولتج معروف. مفيش هنا حاجه غير الفي بي، اذا هما يا جماعه في اللوب دي 2 اليمنت، الفي بي ودي، يبقى قطعا لو اشتغلت على اللوب دي خلاص هتطلع الفي بي معايا. طب خلي دي كمان ار، يعني بص خلي دي ار. يلا يا جماعه نشتغل اللوب اللي تحت. الكرنت جاي ازاي؟ جاي كده، ها جاي كده كده، يبقى قبلها بلس وبعدها ايه؟ ماينس. انا ضامن لو اشتغلت على اللوب دي هعرف اجيب الفي بي. يلا يا جماعه اللوب هتلف كده كده كده، هتخبط في مين؟ نيجاتيف في بي. كمل ها 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 بلس 10 في كام؟ في 1، يبقى بلس 10 ايكوال كام؟ 0. وادي الناحيه الثانيه، يبقى في بي بتساوي 10 فولت. يبقى دي بتساوي كام يا جماعه؟ 10 فولت. طب اللوب اللي فوق دي يا جماعه فيها كام اليمنت؟ 1 2 3. ده معروف خلاص جبته، وده معروف، يبقى قطعا هيطلع لي فولتج دي. لما يطلع لي فولتج دي معايا الكرنت هقدر اجيب مين؟ الار. تعالوا نجرب. ها يلا اللوب ماشي ازاي؟ ماشي كده. مليني 14، ها الكرنت هنا جاي ازاي يا جماعه؟ جاي كده كده، يبقى بلس ماينس. انا جاي كده ها 14 ماينس ها ار في 1، يبقى ماينس ار. بعد كده كملنا كده كده، ها خبطنا هنا، ها بلس كام؟ بلس 10 ايكوال 0. وادي الار الناحيه الثانيه، يبقى ار بتساوي 14 × 10 كام؟ ها 24 اوم.
يبقى جدة دي وجدة دي أما. طيب ده عشان أبقى فاهم. طب مستر أنا كنت معلوماتي عن كيرشوف كي سي ال كي في ال كي في ال أدخل على الآلة، إمتى بيحصل كده يا جماعة؟ أنت كده بتعمل ثلاث معادلات، افهم. فلازم يكون في ثلاثة أنون. يعني تخش الامتحان تلاقيه مثلا جايب لك إيه ها؟ باتري وريزيستنس. وهنا ريزيستنس وريزيستنس ثانية. وتحت ريزيستنس هي مع إيه وباتري. ويدي كل حاجة ها 10 3 5 6 ها 12 8 وتلاقيه بقى عامل لك كده ها اي 1 واي 2 واي كام يا جماعه؟ ها 3 وحاطط اميتر هنا وبيقول لك هات قرايه الاميتر. واحده واحده يا جماعه، مين الكرنت اللي معدي في الاميتر ده؟ اي 3. ما انت عشان تجيب اي 3 محتاج اي كام؟ اي 2 واي 1 ومش مديك كام انون دول يا جماعه؟ دول 3 انون. يبقى من غير ما تفكر واحد هتعمل ايه؟ كي سي ال اهو. ها داخل اي 1 داخل اي 3 خارج اي 2 يبقى اي 1 بلس اي 3 ايكوال اي 2. داخل اي 2 جوه ها يبقى اي 1 بلس اي 3 ماينس اي 2 ايكوال 0. ادي المعادله الاولانيه يا جماعه. ها اشتغل لي في اللوب دي يبقى نيجاتيف 8. طبعا يا جماعه الكرنت ده جاي ازاي؟ جاي كده يبقى بلس ماينس بلس ماينس. ده جاي كده يبقى بلس ماينس. ها يا جماعه ده جاي كده يبقى ها قبلها بلس وبعدها ماينس. دايما يا جماعه الريزيستنس الكرنت جاي كده قبلها بيبقى بلس وبعدها ماينس. لكن ناخد بقى الماينس الاول ولا البلس حسب اللوب اللي انت فرضتها مش حسب الكرنت. يلا بقى يا جماعه احنا ماشيين كده ها نيجاتيف 8 ها ماينس 5 اي 2 ماينس 5 اي 2 كمل معايا ها ماينس 3 اي 1 ماينس 10 اي 1 يعني ماينس 13 اي 1 ايكوال كام ده كله يا جماعه؟ 0. وادي 8 الناحيه الثانيه يبقى ناقص 5 اي 2 ناقص 13 اي 1 بيساوي كام يا شباب؟ 8. طيب تحت المعادله اهو اي حاجه ها 12 بلس 6 اي 3 بلس 6 اي 3 ها 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 نيجاتيف 8 احنا ماشيين كده يا جماعه اهو ماينس 8 وبعدين ماينس 5 اي 2 ماينس 5 اي 2 ايكوال 0. ها يا جماعه 12 ناقص 8 كام؟ 4. تروح الناحيه الثانيه بكام؟ ها نيجاتيف 4 بتساوي 6 اي 3 ماينس 5 اي 2. ادي المعادله الثالثه. المعادله ها يا جماعه الاولى الثانيه الثالثه ادي الاولى اهي. دي 1 دي 2 دي 3. بندوس على الآلة يا جماعة ها مود 5-2 مود 5-2 بيطلع لي إيه بقى ها الأماكن الفاضية دي عاملة كده دي. ببتدي بقى أدخل إيه بقى يا جماعة ها الرقم اللي قدام I1 ها 1 إيكوال الرقم اللي قدام I2 ها نيجاتيف 1 A إيكوال الرقم اللي قدام I3 1 إيكوال الرقم اللي بره 0 إيكوال. خش على المعادلة الثانية الرقم اللي قدام I1 نيجاتيف كام؟ 13 ها I2 نيجاتيف 5 I3 مش موجودة يبقى 0 إيكوال وين 8 ايكوال. الحاجه اللي مش موجوده بتحط قدامها 0. هنا مثلا ها مفيش اي 1 يبقى 0 ايكوال. الرقم اللي قدام اي 2 ها نيجاتيف 5 ايكوال. ها 6 ايكوال. ها يا جماعه 4 ايكوال. زي ما قلت لك هي مش مساله مظبوطه لكن احنا بنشوف نعمل ايه واهم حاجه امتى اعمل كي سي ال كي في ال كي في ال. انا ده اللي باكد عليه النهارده. وامتى بعينيا ابص على اللوب اقول اه دي فيها 6 اليمنت منهم 5 الفولتج بتاعهم معروف يبقى قطعا ايه يا جماعه؟ ها السادس هيطلع لي هشتغل على اللوب دي. اذا انا بعرف اللوب اللي هشتغل عليها بالمنظر ده لان هو القانون بيقول ايه؟ مجموع الفولتج جوه اللوب بكام يا شباب؟ بزيرو. طيب اسمعني كويس. لو عمل سيادتك كده ريزيستنس بطاريه ريزيستنس ها بطاريه ريزيستنس دي بوينت A ودي بوينت ها B وقال لك البطارية ب 3 فولت ودي بكام يا جماعة؟ 6 فولت 2 اوم 1 اوم 2 اوم والكرنت اللي جاي كده كام ها؟ نص امبير. وعايز هو منك مين بقى يا جماعة؟ البوتنشال ديفرنس بتوين تو بوينتس بتحصل كتير في المسائل. قاعدة عامة لما يطلب مني البوتنشال ديفرنس بتوين تو بوينتس أنا مش عايز أفكر كتير أشد خط من دي واشتغل. كي في ال أهو
الكرنت جاي كده اهو بلس ماينس بلس ماينس بلس ماينس. يلا يا جماعه هنشد خط من ال بي. يلا ها بلس نص في 2 بواحد خلاص. ها ماينس 3 ماينس 3 بلس 1 في نص بلس نص. ها بلس 6 ها بلس 2 في 1 في نص بلس 1. ها يا جماعه 6 ناقص 3 3 3 ادي 1 4 وواحد خمسة ونص يبقى كام يا جماعه؟ خمسة ونص فولت. ده معناه ايه يا جماعه؟ ان النقطه دي اكبر في الفولتج من النقطه دي بخمسة ونص. يعني اللي ضعف كل الطريق ده كام يا جماعه؟ خمسة ونص. يعني لو جه في الامتحان قال لك اسمعني كويس، اذا كان بقى الفولتج هنا عند النقطه دي ب 15 ونص فولت، فان فولتج النقطه دي بكام؟ فكر، كانوا 15 ونص فقدنا خمسة ونص. يبقى اكيد كان كام هنا يا جماعه؟ بقى كام؟ 10 فولت. لان اسمه بوتنشال ديفرنس، فرق الجهد. خلي بالك من الحته دي. طب افرض يا مستر عمل لي كده. ريزيستنس باتري باتري ريزيستنس بس قال لي نقطه. قال لي ان الفولتج هنا كان خلاص خلص. ده يا جماعه اسمه الجراوند كونكشن او الايرث كونكشن. والرسمة دي معناها ان الفولتج بكام يا شباب؟ بزيرو. هو عايز الفولتج عند ايه؟ هو قصده ايه يا معلم؟ لو مثلا الفولتج هنا كان ب 10 يبقى ضعف كل ده 10 وبقى بصفر خلاص. طب البطارية دي بكام؟ ها مثلا ب 8 فولت. طب البطارية مثلا دي بكام؟ ها ب 10 ايه فولت. تمام ها؟ دي مثلا بكام؟ ب 4 اوم. ها؟ ودي بكام يا معلم؟ ها مثلا بكام؟ ب 4 اوم. يبقى دول بكام؟ 8. الكرنت بكام؟ ها بربع. يلا يا جماعه عايزين نجيب فولتج عند ايه؟ تعال نسمي البوينت دي بي ونشتغل برضو زي ما احنا يا جماعه. فولتج اي بي بيساوي، بس المره دي ابقى فاهم يعني ايه فولتج اي بي. يعني الفولتج ات اي اللي هو عايز يعرفه ماينس الفولتج ات بي اللي هو اصلا انا عارف ان هو بكام؟ بزيرو. فاذا اللي هيتحط هنا ده هو فولتج ايه. يلا يا جماعه طبعا الكرنت جاي كده بلس ماينس بلس ماينس يساوي ربع في 4 بواحد ماينس 8 زائد 10 بلس ربع في 4 بواحد ايكوال كام؟ 10 ناقص 8 2 2 3 4 يبقى كام يا جماعه؟ 4 فولت. يبقى الفولتج هنا كان ب 4 لان اللي ضعف كل ده كام؟ 4 فاتبقى كام؟ صفر خلاص. ده يا جماعه ايه مثال على ازاي يطلب مني البوتنشال ات بوينت والبوتنشال بتوين تو بوينت. لو طلب البوتنشال ات بتوين تو بوينت شد خط بينهم واشتغل كي في ال، خلي الجمله دي في دماغك. لو طلب البوتنشال عند نقطه معينه يبقى انت بتشوف النقطه الثانيه المعروفه الفولتج وتوصلهم ببعض وتشتغل كي في ال. بص معايا كده. هنا بقى يا جماعه في مساله زي دي، هنا في مساله زي دي طالب مني ايه؟ طالب مني الفي بي هنا وار هنا. وعايز اشغل مخي شويه يا جماعه. بص يا استاذ البوينت دي والبوينت دي الفولتج بتاعهم كام؟ 18. لو دي ايه ودي بي يا جماعه فالفولتج من ايه لغايه بي بكام يا جماعه؟ ب 18. طب ما انا لو مشيت كده برضه لازم الفولتج يطلع كام؟ 18. ولو مشيت كده لازم الفولتج يطلع كام؟ 18. مين اللي اداك الحق ده؟ اي بارلل الفولتج ايكوال. ايه ده في كيرش في كمان؟ طبعا. وبالتالي يا جماعه طالما الفولتج هنا ب 18 يبقى هنا كمان ب 18. طيب 2 في ار اللي هو الفولتج الحته دي ماينس 2 يساوي 18. طيب ودي ماينس 2 الناحيه الثانيه يبقى 2 ار بتساوي 20. يبقى ار بتساوي كام يا شباب؟ ها 10 اوم. يعني دي خلاص ايه ب 10 عشان انا خدت بالي ان ده اسمه ايه بقى يا جماعه؟ ها فرع ذهبي. ليه يا مستر سميته فرع ذهبي؟ فرع ما فيهوش اي انون، معروف كله. فاكيد الفروع اللي باقيه البارلل معاه الفولت زيها، فانا ازاي ما استغلوش؟
كل دي افكار مهمه يا جماعه، لازم ابقى مش هتفاجئ بيها، ابقى عارفها. هنا كمان، طب برضو ما الفولتج من ايه لبي ب 18، يبقى 1 في 6 يبقى 18 بتساوي 6 زائد الفي بي. طب هيا يا جماعه 1 في 6 ب 6، 6 من 18 يتبقى كام؟ 12، يبقى البطاريه دي بكام؟ ب 12. عشان لو جيت تحسب البوتنشال ديفرنس اسمعني كده بقى، ها فولتج اي بي بيساوي هتقول كام؟ ها بلس ماينس، هتلاقي نفسك بتقول 6 بلس 12 يعني 18. يبقى الفولتج من هنا ب 18 ومن هنا ب 18 ومن هنا بكام يا جماعه؟ ب 18. دي برضو ايه بقى؟ نقطة مهمة جدا. طيب يبقى يا جماعة أي نقطتين هيطلب منك البوتنشال ديفرنس ما بينهم هتعمل ايه؟ هتشد خط وتشتغل كي في ال. يعني ايه كي في ال؟ يعني مجموع الفولتج للالمنتس اللي بتقابلني بيساوي كام؟ زيرو. لو في ار صغيرة بتخلص منها في الأول. عندك فكرتين كي سي ال وكي في ال، ما تعقدش نفسك. لقيت نود أكتر من فرعين حواليها خلاص طبقت كي سي ال. لقيت لوب يبقى طبقت عليها مين؟ ها يا جماعة الكي في ال. كي في ال يعني ايه؟ بعينيك بتشوف اللوب المناسبه. لو حاجه لوب فيها خمسه وفيهم اربعه معروفين الفولتج، الفولتج الريزيستنس الفولتج بتاعها اي في ار، اما البطاريه بتكتب عليها. عشان في حد جه قال لي سؤال ساذج قبل كده، قال لي مستر اشمعنى الار بتضرب في الاي، اما بقى البطاريه مش بتضرب في الاي. اللي مكتوب على البطاريه ده فولتج مش محتاج يتضرب، اما اللي مكتوب على الريزيستنس ده ريزيستنس محتاج يتضرب في الاي عشان يبقى فولتج. معلش احنا لازم برضو نقول الحاجات دي، لان في ناس تبقى قاعده تتفرج عايز تسال الكلام ده، تقول لي طب ليه هو ضرب هنا في الاي؟ ليه جه عند الريزيستنس قال 1 في 6؟ وليه هنا ما قالش 1 في 12؟ ده فولتج اصلا، لكن دي ريزيستنس لازم تتضرب في ايه يا جماعه؟ في الكرنت عشان تبقى فولتج. ده كده يا جماعه الجزء بتاع كيرشف. وزي ما قلنا في امتحان مره قال له ايه؟ ها عند النود لو البوزيتيف تشارج زادت يبقى لازم النيجاتيف تشارج يحصل لها ايه؟ تزيد هي كمان يا جماعه عشان اللي داخل يبقى قد اللي خارج. احنا اتفقنا الكي سي ال يعني الكرنت ان ايكوال الكرنت اي اوت. لو جه سؤال قال لك ايه ات نود ريشيو بتوين الكرنت ان تو الكرنت اوت؟ زيرو. 1 اسف. طب ها برضه في اللوب العدد الفولتج او قيمه الفولتج بتاع الايه اللي داخل على الفولتج اللي خارج برضه يا جماعه ب 1. انت بتتكلم في ايه؟ بتتكلم في ان الراجل ده بيقول انا هعمل كونزرفيشن للكرنت هنا وهعمل كونزرفيشن للفولتج هنا. بكده احنا خلصنا الجزء رقم 4 اللي هو جزء كيرشف يا جماعه. كان في زمان سؤال جيف ريزون 4 بيقول ليه لو عندي سلك الكهرباء ماشيه فيه ما بيتشحنش؟ هو اصلا الشاحن معناها ان في كاباستر والكاباستر بيخزن الشحنات، هل في السلك في كاباستر؟ لا. بس الصراحه في اجابه احلى كان كتاب كاتبها. ايه هي بقى؟ قال لك لو اعتبرنا كل نقطه من السلك كانها ايه نود، فهيبقى اللي داخل لها قد اللي خارج منها. فهتحوش ازاي؟ انت النهارده راجل فلسنجي، يعني ايه فلسنجي؟ يعني مفلس على طول. وبالتالي اللي جاي على قد اللي رايح، سالتك كده وانت حزين مالك يا ابني؟ قلت لي والله اللي جاي على قد اللي رايح. ال 100 جنيه بتاعت الدرس بتيجي بتروح في الدرس. ال 100 جنيه التانيه بتيجي ولو ما رحتش الدرس بتروح في البلاي ستيشن. يبقى انت كده ايه؟ الراجل عارف الفلوس رايحه فين وجايه منين. بس في جيبك دايما كام؟ صفر. يبقى انت كده متطبق عليه قانون الكي سي ال. نفس الكلام يا جماعه، كل نقطه في السلك ده لو الكرنت اللي داخل لها قد اللي خارج منها يبقى هي مش هتشحن حاجه، مش هتشيل حاجه. عارف حد محفظته مشحونه يعني ايه؟ يعني شايل فلوس كتير في المحفظه. انت صفر، لان بيطبق عليك قانون ايه مع الكي سي ال. فها باي ابلاينج ايه على السلك على كل بوينت كي سي ال هيبقى اللي داخل قد اللي خارج، وبالتالي يبقى الكرنت ايه؟ المشحون بكام؟ بصفر. او الستورينج كرنت بكام؟ بصفر. كان دي الاجابه بتاعت السؤال ده. ايه ده؟ كيرشوف؟ ما انا كنت قاعد بحل المسائل كلها بقوم، انت ايه اللي جابك؟ الاكزامبل ده يا جماعه دايما بيضايق الناس. ليه؟ لان هو ليه طريقه حل مخصوصه. ومخصوصه هنا مش قصدي ان انت هتحفظ، لكن هو موجود في كتاب المدرسه. فوجوده في كتاب المدرسه خلى الموضوع يعني رخم شويه. ليه بقى؟ لان هو ليه كذا طريقه حل، بس احنا بندور على اقصر طريقه حل عشان بما انه اكزامبل معروف ومختلف عن كيرشوف العادي، فبالتالي زي ما قلت لك ايه هنشوف ايه احسن طريقه حل وابسط طريقه حل تخليك تحله وما تتعبش في مذاكرته. ايه بقى الموضوع؟ ركز معايا.
ايه يا جماعه بقى فكره السؤال ده؟ بيقول ايه بقى؟ انت عندك الفولتج هنا، واسمعني كويس، ب 13، ولو بصيت للرسمه كويس هتلاقيها واحد 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 واحد، ها اتنين. عارف دي لو كانت واحد كنا لغينا الريزيستنس اللي في النص بريدج، وقلنا واحد وواحد اتنين بارلل مع اتنين بواحد وارتحنا، لكن هذا لم يحدث. فوجب على ايه بقى؟ كيرشوف التدخل. احلى تقسيمة للكرنت اللي جاية دي، مين اللي جاي من هنا يا شباب؟ اي توتال. هيجي عند البوينت دي يتقسم لكام وكام؟ ركز معايا، اي واحد واي اتنين. اي واحد هيجي هنا يتقسم لاي تلاتة، ومش اي اربعة ابدا، اي واحد ماينس اي تلاتة. تاني يا مستر وباشا، لو جاي من هنا كرنت اسمه 10 امبير، دخل في الحتة دي 2 امبير، هيتبقى كام هنا؟ هتقولي 8. ايوه 8، دي جت ازاي؟ 10 ماينس 2. انا بقى بقول لك ده اسمه اي 1، دخل هنا اي 3، رحت مسمي هنا كام عشان اقلل السيمبلز بتاعت الكرنت؟ اي 1 ماينس اي 3. مين اللي اتقابل هنا يا شباب؟ بص كويس، ها اي 3 واي 2. اما اي 3 واي 2 يتقابلوا هنا ويخشوا هنا، يبقى اسمهم ايه؟ اي 2 بلس اي 3، ويتجمعوا هنا. مستر احفظ الاسطمبه دي. اه يا ريت التقسيمه دي يا جماعه تتحفظ لو سمحت. ليه؟ لان دي احسن، بقول لك طريقه للحل. زائد ان احنا كمان هنعمل ايه بقى؟ هننقي، وركز معايا، اللوب اللي هنشتغل عليه. يعني هنشتغل مره على، اسمعني، اللوب دي، بعدها هنشتغل على اللوب الكبيره دي، وبعدين هنشتغل على اللوب دي، ويبقى معانا كام معادله؟ 3 معادلات. يا مستر 3 لوب؟ ايوه، ما انا بقول لك الموضوع كله غريب. وبالتالي 3 ايه يا جماعه؟ 3 لوب، وادخلهم على الاله فيطلع لي اللي هم مين؟ اي توتال واي 1 واي 2. اي توتال اللي هو ده، واي 1 او اي 1 واي 2 اسف، واي 3 اللي هم الثلاثه ايه يا جماعه اللي مش موجودين. طيب تعالوا نشوف القصه هتمشي ازاي مع مسح اللي انا عملته ده، لان اوريدي هو محلول وكويس. يلا اسمع بقى مني بس، ركز معايا. ها فيرست لوب، فيرست لوب، وشايف شايف شايف فين الفيرست لوب؟ ها السكند لوب والثيرد لوب بقى تاني يا جماعه. ها يلا الفيرست لوب اللي من بره، السكند لوب ها يا جماعه اللي من جوه، الثيرد لوب اللوب اللي فوق او اللي تحت، على فكره او اللي تحت. طيب يلا الفيرست لوب ازرقت اهي وهنشتغل عليها. يلا يا باشا احنا جايين ازايها؟ جايين كده، بصوا يبقى نيجاتيف 13 بلس 1 في اي 2 باي 2، ها بلس 2 اي 2 بلس 2 اي 3، الاثنين هتتضرب في اي 2 تتضرب في اي 3 ايكوال 0. ظبط المعادله وقول لي دي رقم 1. ماشي، ها اللوب الثانيه هنمشي كده، هنخبط هنا الاول، يبقى ها ماينس 13 بلس 1 في اي 1 باي 1، ها بلس 1 اي 1 ماينس 1 ماينس اي 3 ايكوال 0. ظبط معادلتك. ها المعادله الثانيه، هيا يا شباب اللوب الثالثه، ابدا مطرح ما انت عايز، يبقى ماينس اي 1 بلس اي 2 ماينس اي اي 3 ايكوال 0. كده بقى معاك الثلاث معادلات بتوعك اهم. ها
هندخل على الآلة يا جماعة إيه بقى؟ ها الرقم اللي قدام I1، مفيش I1 0، الرقم اللي قدام I2 3، الرقم اللي قدام I3 2، الرقم اللي بره 13. equation 2 ها 2 0 minus 1 13 minus 1 1 minus 1 2. على الآلة يا جماعة يطلع I1 ب 6، I2 ب 5، I3 بماينس 1. أرجوك ركز، لما I1 اللي هو ده ها يطلع ب 6، وI2 اللي هو ده يطلع ب 5، يبقى الكرنت توتال كان بكام يا أستاذ؟ 5 زائد 6 يعني يا باشا كام؟ 11. هو كان طالب الريزيستنس توتال بتاعت السيركت، ليه بتساوي في على اي؟ الفي اهي والاي انا تعبت فيه وجبته، يبقى 13 على 11 دي ايه يا جماعه؟ دي الريزيستنس توتال بتاعت هذه السيركت، دي الريزيستنس توتال بتاعت ايه يا شباب؟ هذه السيركت. حاجه زي كده يا جماعه، انا شايف ان دي ها الفولتج عندها بكام يا جماعه؟ بزيرو. اقرا معايا المساله لو سمحت وركز قوي، من المسائل اللي كانت نازله في النماذج بتاعه الوزاره وكانت الناس بتعاني منها جامد جدا او بتقول عليها صعبه. بيقول ان ذا الكتريكال ايه سيركت يوزنج كيرشوف لو ذا بوتنشال ديفرنس ات بوينت ايه. يا جماعه الخير لسه قايلين فين ايه اهي؟ عشان تجيب الفولتج ات ايه لازم تسمي دي بي وتشد خط من ايه لغايه بي، اهو فولتج اي بي بيساوي. يعني ايه يا مستر فولتج اي بي؟ يعني الفولتج ات ايه ماينس الفولتج ات بي اللي بكام؟ بزيرو. ايكوال. واحده واحده بقى، هل انت عندك I1؟ هل عندك I2؟ هل عندك I3؟ لا. إذا أنت عندك ثلاث مجاهيل، القاعدة بتقول يا جماعة طالما عندك ثلاث مجاهيل اللي هم مين؟ أيًا كان هم إيه أصلًا يعني؟ I2 I3 محتاج ثلاث إيه؟ معادلات. طب نخلص من R الصغيرة؟ يلا يا جماعة. آدي R الصغيرة هي مسحناها وخلينا دي 6. آدي R الصغيرة مسحناها وخلينا دي 5. حد شايف حاجة تانية تتعمل؟ لأ. طيب المعادلة الأولى بتقول إيه؟ سريعًا كده يلا ها. I1 داخل أهو. I2 داخل أهو. I3 خارج أهو. خلاص يبقى I1 بلس I2 ماينس I3 إيكوال 0. اشتغل معايا على اللوب دي لو سمحت، يلا أهو لوب واحد. هنمشي إزاي؟ بيقول لك هنمشي كده، هو اللي أجبرك. ماشي كده 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 كده. الكرنت جاي إزاي؟ أهو بلس، نحط الإشارات يا جماعة، بلس ماينس. وهو اللي مسيطر على الواحد ده كمان، يبقى ها بلس ماينس. ليه يا مستر عرفت منين ان هو اللي مسيطر؟ يا استاذ الكرنت بيسيطر من النود للنود. مهم قوي الحته دي يا جماعه. من اول النود دي لغايه النود دي طول البرانش ده اللي مسيطر I1. يلا ها من النود دي ليه دي؟ للنود دي ها يا جماعه الطريق ده كله مسيطر عليه مين؟ I2، يبقى بلس ماينس. I1 ماسك من النود دي كده كده، يبقى ها بلس ماينس. يلا اشتغل معايا ها، بلس 2 I3. 2 كام يا جماعه؟ 2 اهي في I3 زائد 1 في I3، يبقى 3 I3 عشان ننجز. ها يا جماعه ماينس كام؟ ماينس 7. ماينس 7 انا جاي كده يا جماعه، هو جاي كده. ماينس 7 ها بلس 5 I كام؟ I2 بلس 5 I2 ايكوال 0. ودي السبعة الناحية التانية، يبقى 3 I3 زائد احنا قلنا كام دي يا جماعة؟ 5 5 I2 بيساوي كام؟ بيساوي 7. دي المعادلة التانية ودي المعادلة الأولى. خش معايا على اللوب دي شغال كده، يبقى خبط في كام هو يا جماعة؟ نيجاتيف 5
اي 2 نيجاتيف 5 اي 2 بلس 7 بلس 7 كمل ها 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 ماينس 10 ونص ماينس 10 ونص بلس 6 اي 1 ايكوال 0. طب ما 7 ماينس 10 ونص ماينس 3 ونص تروح الناحية التانية يبقى نيجاتيف 5 اي 2 زائد 6 اي 1 بتساوي كام يا جماعة؟ 3 ونص. دي المعادلة رقم كام يا شباب دي؟ 3. كده يا جماعة أصبح عندي كام معادلة؟ عندي 3 معادلات قدامي أهم. هبتدي أدخل على الآلة، أنتوا عارفين بندوس إيه يا جماعة؟ مود 5 2. يا ريت تعملها مع بعض، مود 5 2. المعادلة الأولى 1 إيكوال الرقم اللي قدام اي 1، وبعدين 1 ايكوال الرقم اللي قدام اي 2، وبعدين نيجاتيف 1 ايكوال، وبعدين 0 ايكوال. المعادله الثانيه ما فيهاش اي 1 يبقى 0 ايكوال. ها 5 ايكوال 3 ايكوال 7 ايكوال. المعادله الثالثه 6 ايكوال نيجاتيف 5 ايكوال، ما فيش اي 3 يبقى 0 ايكوال، 3 ونص ايكوال ايكوال. يطلع اكس بواحد يا جماعه، يعني اي واحد بواحد امبير، يطلع اي اتنين بنص امبير، يطلع اي تلاته بواحد ونص امبير. ماشي كده جبنا مين يا جماعه؟ اي واحد واي اتنين واي تلاته. اوعى تنسى احنا كنا عايزين ايه في المساله؟ كنا عايزين الفولتج عند بوينت A، وانا قلت لك اكيد في نقطه تانية معروفه الفولتج اللي هي كام؟ B. كنا كاتبين احنا ها فولتج A B بيساوي فولتج A ماينس فولتج B ايكوال. يلا يا جماعه هنشد خط ازاي بقى؟ شوف لون تاني اهو، نشد خط من A لغايه B اهو يا جماعه اهو. مليني بقى وانت ماشي، يلا ها وانت ماشي كده خبطت في كام اهو؟ نيجاتيف 6 اي 1، نيجاتيف 6 اي 1 بكام؟ بواحد، يبقى نيجاتيف 6، وبعدين بلس 10 ونص يبقى بلس 10 ونص، وبعدين ها ماينس 1 في اي 3 يبقى ماينس ها 1 في اي 3 بكام؟ بواحد ونص. طيب بالعقل كده يا جماعه ها ماينس 6 و10 ونص، او الاول ماينس 6 وماينس 1 ونص كام يا جماعه؟ ماينس كام؟ 7 ونص. طب ماينس 7 ونص زائد 10 ونص تبقى كام؟ 3 فولت. حد بقى عايز يقول لي ايه؟ مستر لو اشتغلنا ان ما بين A وB كده، واحد تاني رخم عايز يقول لي مستر لو اشتغلنا ما بين A وB كده 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 كده، ده حتى ابسط يا جماعه، يعني ده حتى كام ها ابسط. طب ما تيجوا نشتغل على الاخضر ده يا جماعه، لو اشتغلنا على الاخضر ها هيبقى فولتج اي بي بكام؟ بص كده بلس 2 في اي 3، اي 3 بكام؟ ب 1 ونص، 2 في 1 ونص بكام يا جماعه؟ ها 3 فولت. ده كان ابسط من اللي انا حليت بيه. طبعا بكرر يا جماعه سؤال زي ده ما يجيش في امتحان عشان طويل وياخد وقت كبير، وبالتالي يبقى احنا حليناه عشان نستفيد مش اكتر يا جماعه. طب ده سؤال، تعالوا نشوف ده، ده سؤال امتحانات حلو. قبل ما ابدا المساله يا جماعه خالص، قبل ما ابدا احل مع حضراتكم المساله وارجوك استفيد مني ازاي بفكر في المساله مش بس الحل، مش دي نود عيني بتدور على النود وعايز اطبق عندها ايه؟ نفسي كي سي ال اي 1 داخل واي 2 داخل، يبقى اكيد اي 3 ايه يا جماعه؟ خارج. الناس اسمعني كويس الله يخليك، اللي مش عارفه كل كارنت مسيطر منين لفين، دي اهم حته في كرشف كله. استاذي الفاضل ها حدد النود الثانيه هي يا مستر. النقطتين السود دول يا جماعه اللي هم A وبي، دول الاثنين نود. ركز بقى، اي 3 ها مسيطر على الحته دي، اي 2 مسيطر على الحته دي،
اي واحد مسيطر على كل ده. اكتبها عندك لو سمحت. ها، كل كرنت مسيطر على برانش. وانا فهمتكم يعني ايه برانش، ها يعني خط واصل من النود للنود. مهمة دي قوي يا جماعة، تعرف كل كرنت مسيطر لغاية فين. طيب اتفقنا مع بعض يا شباب، هو عايز ايه؟ عايز A1 و A2، يعني عايز A2 اللي هو الكرنت اسمه ايه؟ I2، وعايز A1 اللي هو مين؟ I1. لو ربنا كرمنا ونجحنا نجيب I1 و I2 المسألة خلصت. طب ايه المعادلة اللي طلعتها يا مستر من الكي سي ال؟ اهي I1 بلس I2 ايكوال I3. السؤال هنا بقى يا جماعة، هل المسألة دي عشان تتحل محتاجة 3 معادلات؟ لا. ليه؟ لأن هو ما طلبش I1 و I2 و I3، يعني مش محتاج 3 معادلات، أكيد في لوب هتطلع حاجة على طول. وتعودنا يا جماعة نعمل إيه؟ هفهمك. لو عندك لوب عاملة كده، بص اسأل نفسك دي فيها كام إيليمنت؟ وقلنا إيليمنت يعني بطارية أو ريزيستنس، معاها 3. لو ده ب 2 فولت وده ب 6 فولت، يبقى قطعا وانت بتطبق الكي في ال هيطلع لك الفولتج هنا. طالما هم 3 يا جماعه، ها في 2 معروفين يبقى الثالث ايه هيجي. طالما هم 5 4 معروفين يبقى الخامس جاي. لو انا قلت لك ان الريزستنس دي ب 10 وانت جبت الفولتج ده خلاص من كي في ال، طب ما الفولتج يا باشا بيساوي اي فار. انت كده معاك الفولتج جبته من كي في ال وانا مديك الريزستنس، تجيب مين يا جماعه؟ ها تجيب الاي. تعالوا هنا بصوا لي على اللوب دي لو سمحت. يلا، ها لوب واحد دي فيها كام اليمنت؟ مش سامع. ها 2، واحده معروفه الفولتج والتانيه مش معروفه، فاكيد هيطلع لي. فيقوم لما يطلع لي هيبقى ايكوال اي في ار 4 في اي 3، هقدر اجيب اي 3. دي بدايه المشوار اهو يا جماعه. بصوا هنشتغل اللوب كده مليني. يلا نيجاتيف 3 ها بلس 4 اي 3 بلس 4 اي 3، وادي ال 3 الناحيه الثانيه، يبقى 4 اي 3 بتساوي 3. يبقى اي 3 بتساوي كام؟ ها 3 ارباع امبير. يبقى دي بكام؟ ها 3 ارباع امبير. طيب هل اللوب اللي فوق يا جماعه لو طبقنا عليها الكلام ده هتطلع حاجه؟ شوف بالراحه، ادي اليمنت، ادي 2، ادي 3. ها ده معروف وده كمان معروف، الأربعة دي 4 في اي 3 اتعرفت خلاص، يبقى أكيد هيطلع لي مين؟ اي 1. ووقت ما يطلع لي اي 1 هيبقى سهل أجيب مين؟ اي 2، والمسألة خلصت. تعالوا نشتغل يلا. ها مليني يا باشا، نيجاتيف 4 ها بلس بلس أهي 4 اي 3 بلس 4 في اي 3 اللي قدام كام؟ ها ب 3 أرباع. وبعدين يا جماعه الكرنت جاي ازاي؟ اي 1 ده جاي كده، يبقى بلس ماينس. انا ماشي كده كده، يبقى بلس كام؟ اهو بلس اهي، ها 2 اي 1 ايكوال كام؟ 0. الاربعه دي يا جماعه هتروح مع الاربعه دي، يبقى ماينس 4 زائد 3 كام يا شباب؟ ماينس 1. تروح الناحيه الثانيه بواحد، ها يبقى 2 اي 1 بتساوي 1. يبقى اي 1 بكام يا شباب؟ ها بنص. يبقى اي واحد ده اللي هو بكام يا جماعه؟ بنص. طب نص بلس كام ايكوال 3 ارباع؟ اكيد ربع. يبقى اي 2 بكام يا جماعه؟ بربع. يبقى نص وربع اهي. فالمساله يا جماعه ما هيش صعبه، بس هي الفكره هتفكر في المساله ازاي. احنا طبقنا كي سي ال ومن بعديها كي في ال على كل لوب من دول، بس خلي بالك انا كنت عارف اللوب هتطلع لي ايه قبل ما اشتغل. تعالى هنا نحل دي الاول. هو عايز مني مين يا جماعه؟ عايز مني في 1 وفي 2 بالعين كده يا جماعه. ها ايه اللي هو مدوني الارقام دي؟ فولتج. طالما فولتج يبقى انا مطمن ان انا هشتغل كي في ال. لو كان مديني كارنت كنت ابقى فاهم ان انا هشتغل كي سي ال. اصحى الله يخليكم.
انهي لوب المناسبه في الاول طبعا دي؟ ايش معنى فيها واحد معروف والتاني مش معروف؟ اكيد هيطلع اللي مش معروف. والدليل يلا ها ماينس 10 ها 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 بلس في 2 ايكوال كام؟ 0. وادي ال 10 الناحيه الثانيه يبقى في 2 ب 10. طب دي اصبحت معروفه يا جماعه 10 فولت. عينك على اللوب الثانيه، دي معروفه ودي معروفه، يبقى قطعا هيطلع دي. فالمساله خلصت خلاص. مليني نيجاتيف 6 بلس 10 ماينس في 1 ايكوال 0. وادي في 1 الناحيه الثانيه يبقى في 1 بتساوي ها ماينس 6 و10 كام يا جماعه؟ 4 فولت. تعالى في المسألة دي، مسألة امتحان محترمة. هل أنت شايف بعينيك إن كل برانش من دول فيه كارنت؟ لا يا مستر، يبقى أنت اللي هتحط الكارنت. هنفرض الكارنت هنا اسمه I1، وإحنا قلنا يا جماعة في حاجتين أنت حر فيهم في كيرشوف، اتجاهات الكارنت واتجاهات الإيه؟ اللوب. هنفرض ده I2 ده I3 I1 بلس ماينس I3 ها بلس ماينس I2 بلس ماينس. هو عايز ايه مني؟ عايز ال VBD اللي تخلي قراية الاميتر صفر يا جماعه. يعني ايه يا مستر قراية الاميتر صفر؟ يعني I1 بصفر. هو اللي قال اهو. طب يا جماعه نطبق كيس ايه اللي هنا كالعاده؟ يلا I2 داخل، يا رب الناس تركز، و I1 داخل و I3 خارج، يبقى ها I1 اللي بزيرو وبعدين I2 بيساوي كام؟ I3. استفدنا يا جماعه ان كده I2 بتساوي مين يا شباب؟ I3. يا ترى يا مستر ابدأ من انهي لوب؟ ركز بقى. طبعا ابدأ من دي يا جماعه. اشمعنى؟ اصل اي 2 ده هو هو اي 3 ده. فاتمنى كده كان نكمل معايا كده. يلا ها نيجاتيف 12 نيجاتيف 12 بلس 2 اي 2 بلس 2 اي 2 بلس 4 اي 3 بلس 4 اي 3 ايكوال كام يا جماعه؟ زيرو. قول لي كده، مش اي 2 هو هو اي 3؟ يعني ممكن اخلي دي اي 3 حقي. وادي ال 12 الناحية التانية يبقى 12 بتساوي ها 2 اي 3 و 4 اي 3 يعني كام يا جماعة؟ ها 6 اي 3. تطلع اي 3 بكام يا شباب؟ ب 2 امبير. دلوقتي بقى دي معروفة الفولتج ولا لأ؟ اه يا مستر 3 في 0، مش الكارنت اللي عدى عليها 0؟ دي معروفة الفولتج ولا لأ؟ اه 4 في كام؟ 4 في 2، احنا جبنا الكارنت هنا ب 2 اي 3. أكيد هتطلع لي مين يا جماعة؟ ال في بي. تيجوا نجرب يلا اهو. مليني ها نيجاتيف في بي بلس 3 في 0 بلس 0 ملهاش لازمه ها بلس 4 في 2 بلس 8 ايكوال 0. وادي الفي بي الناحيه الثانيه يبقى في بي بكام يا شباب؟ ها ب 8. ده سؤال يا جماعه امتحان ثانويه عامه برضو. طيب يلا يا استاذ، عايز الفولتج عند بي. عايز مين؟ الفولتج عند مين يا شباب؟ ها عند بي. اه عيني شافت دي، فانا فاهم ان الفولتج عندها بكام؟ بزيرو. اتفقنا مع بعض اذا طلب طبعا هو كل ريزيستنس من دول ب 10. هو اللي قايل اهو. ها يا جماعه يبقى هنشد خط من اللي فين؟ ها من بي لاي، واقول له فولتج بي اي بيساوي الفولتج قد بي اللي انت عارفه ماينس زيرو ايكوال. بس الاول نظبط الدنيا، مش دي نود؟ حد معترض؟ لا. كام جاي لها من هنا؟ 6 وتلت امبير. عرفت يا مستر؟ مستر تلت. اعمل على الاله دي، ده الرقم اهو يا جماعه. طيب قول لي كده، مش دي 10 ودي 10؟ يعني الكرنت اللي داخل هنا يحصل له ايه؟ هيتقسم بالتساوي. هو بيقول لك فوق دخل 3، يبقى تحت دخل كام يا شباب؟ 3. طب كرنت كان جاي من هنا اتقسم ل 3 فوق و 3 تحت،
اكيد كان بكام؟ 6 امبير. اكيد كان بكام يا جماعه؟ 6 امبير. طب ما كده 6 وتلت اهو، خرج هنا كام؟ 6. يتبقى هنا كام يا جماعه؟ 3 امبير. طب يلا، ها انا عايز ايه؟ عايز الفولتج من بي لغايه ايه؟ بكام الريزيستنس دي؟ ب 10. خلاص يبقى بلس ماينس، ها يبقى بلس 10 في تلت، 10 في تلت. تطلع 3.33 يا جماعه. المساله حلوه في ايه دي يا جماعه؟ حلوه ان احنا بتاكد معانا يعني ايه اجيب البوتنشال ديفرنس بتوين تو بوينتس، واحده منهم بزيرو. دي يا مساله كتاب المدرسه اللي احنا قلنا هنحلها مره واحده فقط لا غير. هقول لك هو كان عايز ايه فيها بسرعه كده. هو كان عايز فيها الار توتال، فقلنا مستحيل لوجود الاثنين اوم دي يا جماعه ان انا اشتغل عادي، فهشتغل في توتال على اي توتال. الفي توتال هي ب 13. المشكله فين؟ في الاي توتال اللي هو ماشي من هنا يا جماعه، ده الاي توتال. قسمناه ازاي لو حد فاكر؟ اهو يا جماعه، ها اي 1 اي 2، وبعدين جينا عند اي 1 هنا يا جماعه قسمناه لاي 3، ما قلناش اي 4 بقى، اي 1 ماينس اي 3. وبعدين مين اللي اتجمع هنا؟ اي 3 مع اي 2 ومشيوا كده بقى اي 3 بلس اي 2. كل الخطه دي ليه يا جماعه؟ عشان ما ننطقش كلمه اي 4، عشان انا عايز اجيب 3 ايه؟ 3 كارنت في معايير المعادلات. حد فاكر هنشتغل على انهي لوب يا جماعه؟ ايوه هنشتغل على اللوب دي. هنطلع معادله. وبعدين نشتغل على اللوب الكبيره دي، نطلع معادله. وبعدين نشتغل على اي لوب من الايه، من الاثنين دول، نطلع معادله. هندخلهم على الاله، هيطلع لي اي 1 ب 5 امبير، واي 2 ب 6 امبير، واي 3 ب 1 امبير. بس انت كنت عايز اي توتال اللي هو تقسم لمين ومين؟ ها اي 1 واي 2. زي ما قلت لك عندنا 3 معادلات، عندنا خلاص اي 1 ب 5 واي 2 ب 6. طب اما مجموعهم يدي مين يا جماعه؟ الاي توتال اللي هو كام؟ 11. هتطلع 13 على 11. اهم حاجه ابسط طريقه لحل المساله دي زي ما قلت لك، اللوب اللي جوه، اللوب اللي بره، اي واحده من الاثنين دول. طيب دي يا مساله حلوه، عايز منك الكرنت اللي ماشي في ار2 والكرنت اللي ماشي في ار1، عايز ريشيو. يقول فايند ذا ريشيو between the current intensity passing in R1، يعني عايز I1 على I2 بيساوي كام؟ مين يا جماعه اللي بيحدد الكرنت؟ حضرتك. اذا من حقك تعمل كده، سمي ده مثلا ها I1، وسمي ده مين يا جماعه؟ ها I2 مثلا. بص كويس في اللوب دي لو سمحت، فيها كام element؟ 2، بطاريه وريزيستنس. البطاريه معروفه الفولتج، يبقى كده هيطلع لي فولتج ريزيستنس. طب ما فولتج ريزيستنس ايكوال ايه؟ مش اي في ار؟ يبقى اكيد يا جماعه هعمل ايه؟ هقدر اعرف الكرنت اللي هو اي 2. تعالوا نجرب يلا، مليني كده، نيجاتيف 5 بلس 10 اي 2، وادي الخمسه الناحيه الثانيه، يبقى 5 بتساوي 10 اي 2، يبقى اي 2 بيساوي كام يا جماعه؟ نص امبير. طب بالنسبه لللوب دي يا جماعه، لو ركزت فيها هتلاقي بلس ماينس طبعا، هتلاقي كلها معروفه ما عدا ايه؟ فولتج ريزيستنس دي. جرب كده يلا، ها نيجاتيف 4 نيجاتيف 5 بلس 6 بلس ها 5 اي ار 1 ناقص 4 وناقص 5 كام يا جماعه؟ ناقص 9، و6 ناقص 3. تروح الناحيه الثانيه، يبقى 5 اي 1 يساوي 3، يبقى اي 1 بيساوي كام ان شاء الله يا جماعه؟ 3 على 5.
اوعى تنسى هو كان عايز ايه؟ عايز ريشيو ما بين اي 1 واي 2، يعني ها 3 على 5 اللي هي دي اي 1، فوت على اول تايمز واقلب ها 2 على 1 تطلع كام يا جماعه؟ 6 على 5. 6 على كام يا شباب؟ على 5. بيقولوا المسألة دي صعبة وكانت موجودة في الزيتونة يا جماعة، بس ناس كتير قالت لي يا مستر صعبة ومش صعبة. تعال نشوف. هو عايز الكرنت اند الماجنتيود والدايركشن اللي ماشي في بي دي. بصوا واحدة واحدة بقى يا جماعة، النقطتين اللي في النص دول يا جماعة بينهم سكة فاضية صح؟ يعني كأن النقطتين نقطة واحدة، كأنهم هما هما. طالما يا جماعة بينهم سكة فاضية يبقى كأن النقطة دي هي هي النقطة دي، وبالتالي كأنك عندك دي بارلل مع دي بلس دي بارلل مع دي. 10 كام؟ 1 و4 بارلل بكام يا جماعة؟ ها 1 في 4 على 1 زائد 4 يطلع كام؟ ها 4 على 5 يعني 0.8. طب 2 و3 ها 2 في 3 على 5 يعني 6 على 5 يعني 1.2. 1.2 و0.8 كام دول يا جماعه؟ 2 اوم. يبقى ريزيستنس هذا الشكل كام؟ 2 اوم. طب عايز اجيب الكرنت توتال، انت عارف ها في توتال على ار توتال يطلع كام؟ 10 على 2 ها 10 امبير. يبقى انا وانت فاهمين ان خارج هنا كام يا شباب؟ ها 10 امبير. ماشي 10 امبير يا جماعه، هيجوا هنا يحصل لهم ايه؟ برانش يا مستر. تحت قد بره فوق كم مره؟ ها 4 و1 ده كم مره يا جماعه؟ 4 مرات. يبقى قسم لي ال 10 لحد قد الثاني 4 مرات 8 و2. يبقى هنا 8 امبير وهنا 2 امبير. طيب شباب ركزوا معايا بقى دلوقتي، لو بصيت كويس هتلاقي ان الاخت دي الفولتج بتاعها معروف 2 في 4، ودي الفولتج بتاعها معروف. اذا انا ممكن اجيب الفولتج دي ازاي؟ اشتغل على اللوب دي. بص اهو مليني كده نيجاتيف 20 او نيجاتيف 20 بلس 2 في 4 بلس 8. لو فرضنا ان في كارنت جاي كده يا جماعه اهو، يبقى بلس ماينس. ها يا شباب ايه بلس؟ ايه بقى يا جماعه؟ بلس 3 اي. طب ما ناقص 20 و8 ناقص 12، تروح الناحيه الثانيه ب 12، يبقى 12 بتساوي 3 اي، يبقى اي بكام يا جماعه؟ ب 4. اذا انت كده خلاص عرفت ان الكارنت هنا بكام يا جماعه اللي ماشي تحت هنا؟ ب 4 امبير. طب ممكن نطبق بقى كيس سي ال على النود دي. ها داخل لها 2 وكام وخارج منها 4، يبقى اكيد داخل لها كام هنا يا جماعه؟ 2. وده اللي كان مطلوب، الكرنت بكام واتجاهه ايه؟ ف2 امبير داون وورد. يبقى يا جماعه هي عايزه صبر شويه وعايزه زي ما قلت لك حل كتير، مش اللي فات دي مش مساله سهله ولا حاجه، بس يعني ايه لازم كنا نقولها. في يا جماعه النهارده والحصص اللي فاتت اللي هي يعني حصص الاسبوع ده على مدار الاسبوع، سواء انت كنت من زايد او من هرم او من الدقي او من اي حته، كنا اكدنا مع بعض بقى ايه يا جماعه؟ ان لما يطلب الباور كونسيوم في اي سيركت في الدنيا، مين اللي بيضيع الباور؟ قلت لكم كده، مين اللي بيضيع الباور؟ فانت المفروض ترد عليا تقول لي ايه بقى؟ ها يا ريزيستنس يا بطاريه بتتشحن. يا ريزيستنس ايه يا جماعه؟ ها بطاريه بتتشحن. فهو هنا في المساله اسمعني كويس، بيقول لك ان الباور ديسابيتد او الباور لوست ب 210. طب ما كده 210 بتساوي الاخت دي ضيعت ولا ما ضيعتش؟ ضيعت. يبقى اي سكوير ار 3 سكوير بكام؟ ب 9 في 10 ب 90. الاخت 30 دي الكارنت ماشي كده 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 كده، اه ده خارج منها. لا خليكي زي ما انت، مش دعوه بيكي، انا بستخدم مين بس معاها؟ اللي استهلكه. 4 دي ها تمام، يبقى 3 سكوير في كام؟ في 4. ماشي
لو خدت بالك البطارية دي هيبقى الكرنت داخل لها، فالباور بتاعها هيبقى يا جماعة الفي بي بتاعتها اللي احنا مش عارفينها في 3. الريزيستنس دي نفس الكلام، يبقى ها اي سكوير ار 3 سكوير بكام؟ ب 9 في 6. طيب 3 سكوير بكام يا جماعه؟ ها ب 9. 4 في 9 بكام؟ 36. احسب لي الحسبه كده لو سمحت. يلا ها 210 بتساوي ها 90، 36 و54 كام يا جماعه؟ 36 يساوي 54، ادي 70، ادي 80، زائد مين ان شاء الله؟ ها الفي بي في 3، 80 و90 170، 170 من 210 40، صح؟ يبقى تاني يا معها انا عملت ايه؟ 3 سكوير ب 9 في 10 بايه؟ 9 10 90. هنا 3 سكوير في 4، دي 4 دي بكام دي يا معلم؟ ب 12. باين 3 سكوير ب 12، لا 3 سكوير ب 9، 9 في 4، 4 في 9 36. طب دي 3 سكوير في 6، ب 6 في 9 ب 54، زائد مين بقى يا معلم؟ الفولتج بتاع البطارية في الكرنت اللي هو 3. اشمعنى البطارية دي؟ عشان دي الكرنت داخل لها يا جماعه فبتتشحن. طيب ها دول 5 و3 8 و90 يا جماعه، 90 معلش دول 90، انا اسف، يبقى 180 تطلع كام بقى يا جماعه؟ 30. تطلع الفرق كام يا جماعه؟ ودي دول الناحيه الثانيه، يبقى 30، يبقى 30 بتساوي 3 في بي، يبقى الفي بي بكام ان شاء الله؟ ها ب 10. طب هو عايز البوتنشال ديفرنس بتوين ايه وبي يا جماعه؟ طبعا هي محلول عندك في الزيتونه، ها شد خط من ايه لبي واشتغل عادي. السؤال بس اللي دايما الناس تيجي تساله، يا ماستر ليه حضرتك ما خدتش دي؟ بكررها تاني اهو يا جماعه واكتب جنبها، ليه ما اشتغلناش مع البطاريه دي؟ عشان الكرنت اللي جاي كده يعتبر خارج منها طبيعي، فدي بطارية ايه معاها لوز، لكن دي بطارية جين. دي بطارية ايه يا شباب بقى؟ ها جين. فالبطارية اللي بتتشحن دايما بيتحسب الباور بتاعها مع مين؟ مع الريزيستنس ككونسيوم. طيب برضو المسألة دي كانت في الواجب يا جماعة وضايقت ناس كتير، مع انه قايل لك اي بكام هنا؟ ها بزيرو خارج، فخلي ده داخل وخلي ده خارج وسمي ده اي واحد مثلا اي حاجه وده اي اتنين. طبق لي كيس ايه اللي هنا لو سمحت؟ يبقى الكرنت اللي داخل قد اللي ايه يا شباب؟ قد اللي خارج، يبقى على جنب كده اي 1 بتساوي اي 2، ده مبدئيا. يبقى I1 بتساوي كام يا جماعة؟ I2. طيب لو سمحت ركز معايا، الكرنت ده جاي كده يبقى ها بلس ماينس، ده جاي كده يبقى بلس ماينس، ده جاي كده يبقى بلس ماينس. لو اشتغلنا يا جماعة على اللوب دي، اللوب دي الأول، يلا ها أهو مليني ماينس 2VB بلس I1R ها بلس كام يا جماعة؟ بلس 3 اي 2 ار، لسه في بلس في بي ايكوال كام يا جماعة؟ زيرو. طبعا يا جماعة ماينس 2 في بي ودي كام؟ بلس في بي ماينس في بي، تروح الناحية التانية في بي، يبقى في بي بتساوي، بص بقى 3 اي 2، وممكن نخلي دي اي 2 لان اي 1 بتساوي كام؟ اي 2. 3 اي 2 واي 2 يبقى كام؟ ها 4 اي 2 ار، بروزها وخليها على جنب. ولو سمحت اشتغل معايا بقى في اللوب دي، يلا هو عايز دي، ها عينه على دي، يلا نيجاتيف في
ماينس 2 ار في 0 بزيرو خلاص. ها بلس 3 اي 2 ار بلس 3 اي 2 ار ها بلس في بي بلس في بي ايكوال 0. وادي الفي الناحية التانية لو سمحت اهو، يبقى في بتساوي ها في بي بلس 3. مين بقى يا جماعة؟ ركز معايا، اي 2 ار من هنا، اي 2 ار بتساوي ايه؟ ها في بي على 4، يبقى في بي على 4. طيب واحد في بي مع تلات ارباع في بي تبقى 1.75 في بي، تطلع كام يا جماعه؟ 1.75 في بي اهي. دي يا جماعه حليناها بكيرشوف لو حد فاكر، قفلنا دي كده وقلنا ها الاي اللي داخل ده يتقسم ازاي يا جماعه؟ اي على 3، انه يتقسم لكام حته يا جماعه؟ ها 3 حتت. رجع هنا تقسم لحتتين، يبقى هنا كام؟ ها اي على 6. رجع هنا تجمع اي على 6 مع اي على 6، بقى كام يا جماعه؟ اي على 3. طيب ها دي ار ودي ار ودي ار، انا هشتغل على اللوب دي، ودي في بي، يبقى نيجاتيف في بي بلس اي ار على 3 بلس اي ار على 3 بلس اي ار على 6 بلس اي ار على 6 بلس اي ار على 3 ايكوال كام يا جماعه؟ 0. لو سمحت ودي لي في بي الناحيه الثانيه، يبقى في بي بتساوي، عايز اخلي كل دول على 6 يا جماعه، التلاتة عشان تبقى 6 ضربت في 2، نضرب فوق في 2 يبقى 2 اي ار. الستة هي الستة بتنزل زي ما هي، التلاتة عشان تبقى 6 ضربت في 2 يبقى ها 2 اي ار. يعني يا جماعة في بي بتساوي ها 5 اي ار على 6. طب ما انا مذاكر ان في بي تفكر ايه يا جماعة؟ اي ار توتال، لان اصلا ما جابش سيرة ار الصغيرة، احنا متعودين الفي بي بتقسم لايه يا جماعه؟ اي ار الصغيره واي ار الكبيره، مفيش ار صغيره. طيب هتروح الاي مع مين؟ مع الاي. يتبقى ان الار توتال بيساوي كام يا جماعه؟ 5 ار على 6. يا جماعه ده حل مساله الايه؟ الكيوب بالايه؟ بكيرف. هنا بقى يا جماعه، لو احنا عندنا مساله زي دي وهو بيقول قرايه الفولتميتر ده ب 6، يبقى الحته دي كام كده يا جماعه؟ 6 فولت. اتفقنا عشان نحل بكيرشوف نخلص من ار الصغير الاول، اهو 2 ها ضفناها هنا. قول لي كده لو كارنت جاي كده، هو لازم يكون جاي كده، ليه؟ بطاريه واحده بس، يبقى بلس ماينس، وهنا بلس ماينس، وهنا بلس ماينس. حد يشتغل على اللوب دي يا جماعه؟ ما سمعني لو سمحت. ها يا جماعه نيجاتيف ايه؟ 24 بلس ها سميه اي بلس 6 اي، ها يا جماعه بلس 6 بلس كام يا جماعه؟ 6 ها بلس 3 اي ايكوال كام يا جماعه؟ ايكوال 0. وادي ال 24 الناحيه الثانيه، يبقى 24 بتساوي ال 6 هتروح لها بالماينس يا جماعه، تبقى 18. 6 اي و3 اي كام يا جماعه؟ 9 اي. يبقى الاي بكام؟ 2 امبير. المساله خلصت خلاص. يبقى يا جماعه الناس اللي في دماغها ان بس تتحل بأوم، هي اتحلت بكيرشوف في خطوه واحده، ولا تفكير استراتيجي، ولا اقعد اعدي على 5 نقط، ولا الكلام ده. مسألة السنة اللي فاتت يا جماعة في الامتحان، مسألة السنة اللي فاتت في الامتحان، هو اداني يا جماعة اللوب اللي انتم شايفينها دي، اللي اسمها A A D C B A. بالله عليكم لو اشتغلنا عليها، الكرنت I2 جاي ازاي؟ مش جاي كده، يبقى بلس ماينس، قبلها بلس وبعدها ماينس. I1 جاي ازاي؟ اهو ماشي، يلا.
ها بلس 2 في اي 1 يبقى 2 اي 1. ها يا معلم نيجاتيف 12 يبقى نيجاتيف 12 اهي نيجاتيف 12. وبعدين هنيجي كده نخبط في كام؟ ها بلس 8 بلس 8 وبعدين ماينس 1 في اي 2 يبقى ماينس اي 2 ايكوال كام يا جماعه؟ زيرو ناقص 12 و8 كام يا جماعه؟ ماينس 4 يبقى 2 اي 1 ماينس اي 2 ماينس 4 ايكوال كام يا شباب؟ الطالب عمل اللي عليه كده يا جماعه، هو قال له طبق الكي في ال في اللوب دي، راح مطبق الكي في ال في اللوب دي. هل المعادله دي موجوده هنا؟ بص كويس، لا. يبقى الراجل عمل حاجه بقى يا جماعه، مين اللي كان جاي من هنا؟ اسمعني كويس، ده داخل وده داخل، مين اللي خارج؟ اي 3. يعني ممكن لو طبقنا كي سي ال على النقطه دي يا جماعه، ها اي 1 زائد اي 2 بتساوي اي 3. طب لو سمحت ممكن ركز بقى معايا، احاول ادور في المعادلات على حاجه بقى يا جماعه، ها حاجه فيها 2 اي 1 ماشي بلس اي 2، لا هي ماينس اي 2. عندي انا ماينس 4 عنده هو ايه؟ ها بلس 4 ماشي. ما تيجي بقى نعوض عن اي 2 من هنا، هتبقى عامله ازاي؟ ها 2 اي 1 زي ما هي ماينس اي 2، اي 2 بتساوي كام؟ اي 3 ناقص اي 1. ها يا شباب وبعدين ماينس كام؟ ماشي فك معايا الدنيا دي، يبقى 2 اي 1 ماينس ها اي 3 بلس اي 1 ماينس 4 ايكوال 0. طب 2 اي 1 واي 1 كام يا معاها؟ 3 اي 1. تعال نبص في المعادلات التاني كده. ها يا معلم 3 اي 1 اهي ماينس اي 3 اهي ماينس 4 ايكوال 0، واضحه قوي يا جماعه. يبقى هو يا جماعه خلاك تعمل ايه؟ اولا انت اجتهدت ورسمت كام معادله؟ 3. وبعدين اجتهدت تاني وعدت تقرا الاسئله، لقيت ايه بقى؟ لقيت ان في الجزء ده، ها يا جماعه دايما دايما الراجل عايز يشوفك انت فاهم ولا مش فاهم. هل انت فاهم ان انت ممكن تعمل تفك الاي 3 او اللي هي النود وتدخل اي 3 في الموضوع عشان تلاقيها، ومن غيرها مش هتلاقيها؟ فبرضه دي ايه؟ لازم نعرفها. شبهها شويه يا جماعه، خدوا فكروا فيها. افكر ازاي يا جماعه في سؤال زي ده؟ سؤال حلو. هو بيقول المعادله الاولانيه اي 1 زائد اي 2 يساوي اي 3. هل ده ينطبق على الكلام هنا؟ ده اي 2 داخل واي 3 داخل واي 1 خارج، يبقى الكلام ده ما ينفعش هنا. هنا يا جماعه اي 1 داخل واي 2 خارج واي 3 داخل، بلح. هنا ينفع اي 1 داخل واي 2 داخل واي 3 يخرج، يبقى ينفع. هنا اي 1 داخل واي 2 داخل واي 3 خارج، يبقى ينفع. يبقى لغايه دلوقتي حصلت تفكير في كام سيركت؟ 2. اقرا لي المعادله الثانيه. 5 اي 1 5 ايه يا جماعه؟ اي 1 زائد 2.5 اي 3 بيساوي 5. لا ثواني انا بفكر في دول. لو قلنا هنا بقى يا جماعه نيجاتيف 5 زائد 2.5 اي 3، نيجاتيف 5 زائد 2.5 اي 3 ها زائد 5 اي 1 يبقى المفروض المعادلة عاملة ازاي بقى ان شاء الله؟ اهو 2.5 اي 3، ايوه 2.5 اي 3 ها زائد 5 اي 1 ايكوال كام يا جماعة؟ ايكوال 5. ايكوال كام يا شباب؟ 5. وبالتالي يا جماعة دي معادلة صح. جرب تعمل المعادلة دي، أي معادلة من الاثنين التانية أو التالتة مش هيطلعوا معاك.
هي السيركت دي يا جماعه اللي عليها العين هي نفس السيركت اللي احنا ايه مطلعين المعدات بتاعتها. وارد يا جماعه يجيب لك سؤال زي ده ويساعدك بالرسومات من غير انت وانت تختار. فلازم المعدات تبقى مطابقه لايه يا جماعه؟ للكلام اللي انت مختارها يعني. عملنا يا جماعه زي دي مع بعض في كل الحصص، وقلت لكم بالعين ممكن تعرفوا مين الريزيستنس اللي ما فيهاش كرنت. في ناس كانت صاحيه وخدت بالها وفي ناس لا للاسف. هقول لك بسرعه، مثلا لو قلنا ان اللي معدي في ار 1 ده اي 1 زي ما اتفقنا، اللي معدي في اي في ار 2 اي 2، واللي معدي في ار 3 اسمه اي كام؟ اي 3. يلا لو اشتغلنا هنا يا جماعه هتبقى نيجاتيف في بي نيجاتيف في بي، دول يقووا بعض، التالي دي لا ما ينفعش. لو اشتغلت هنا بلس في بي هي يا جماعه ماينس في بي، وبعدين ايه بلس بقى الكرنت اللي هنا في ار 1. طب ما كده يا جماعه بلس في بي هتروح مع ماينس في بي كأن مفيش بطاريه، يعني كأن الاي ار ده ايكوال زيرو، وطبعا الار مش بزيرو، يبقى الاي بكام؟ بزيرو. الاجابه مين يا جماعه؟ الاجابه ار 1. اشمعنى ار 1 يا مستر؟ جرب تحت، لو جربت تحت هو هتبقى نيجاتيف في بي ها ماينس اي 3 ار 3، مش هيجي لك نوب، مش هتعرف تكمل. مين يا جماعه الريزستنس اللي كانت فيها بزيرو اهي؟ بالعين. اشمعنى؟ اتعلمنا الطريقه، لما يكون معاها بطاريتين يكنسلوا بعض. طيب دي يا جماعه برضه كنا اكدنا عليها ايه؟ واحنا مشغلين. دي يا جماعه اهم افكار كيرشوف واللي المفروض سيادتك تقف عندها زي ما قلت لك، وتقعد ايه بقى يا جماعه تحل على الافكار دي كل فكره شويه، كل فكره تحل ايه شويه، سواء بتاع كتاب المدرسه، سواء دي، سواء الكيوب، سواء مش عارف ايه يا جماعه، ما تفوتش حاجه الله يخليك. ويا ريت بعد اذنك، بعد اذنك يعني تمسك كيرشوف تذاكره زي ما قلت لك نظري وايه ومسائل. يعني كان في جمله بتقول ايه بقى ها، ده جت في امتحان ازهري قبل كده، قال له according to Kirchhoff's law as the negative charge increase as ايه؟ ال negative charge increase ال positive charge نقط. ما احنا عندنا يا جماعه الكي سي ال بيقول ايه؟ ان summation ال current اللي داخل يساوي summation ال current اللي خارج، يعني لازم ال negative يؤدي لايه؟ يؤدي ل positive. فبالتالي السؤال زي كده خبيث شويه، بيقول لك as the negative charge تزيد ها ايه اللي يحصل في ال positive؟ لا القانون بيقول ان لازم النيجاتيف يبقى قد الايه يا جماعه؟ قد البوزيتيف. في دايما كيرشوف سلو اللي داخل قد الايه يا شباب؟ قد اللي